يا شيخ أكثر واحد مات في الحياة هنا أنا. هنا يا حبيبي تموت، ما تجي يا أخوي. طيب كيف يا حبيب؟ والله يا صديق المرحلة واضح إنها دمار. السلام عليكم، معكم أخوكم عمر، حياكم الله اليوم في فيديو جديد من ماريو ميكر. طبعا شباب قبل لا نبدأ أحب أشكركم وأقول لكم يعطيكم ألف عافية على وصولنا إلى 5000 مشترك، شكرا لكم يا شباب. أتمنى إن شاء الله أن نوصل إلى أكبر عدد من المشتركين، وإن شاء الله نوصل إلى الحلم 100,000 مشترك بإذن الله. معاكم إن شاء الله يعني ما راح يخيب ظني بإذن واحد أحد. قبل أن نبدأ يا شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة، نشر الفيديو وضغط زر اللايك، وخلونا نبدأ. طبعا الشباب هذه المرحلة من بروك، ممكن بعضكم يعرف بروك. طبعا هاي بروك، وهذه من أولها. بروك كاتب لي هذه على السريع خفيفة، وإن شاء الله أضبطك المرات الجاية. هذه على السريع وخفيفة، الله يستر من المرات الجاية. طبعا خلونا نبدأ. لعبوها 2804 أشخاص، فازوا فيها 9 بس، ويقول لي خفيفة وبيزبطني المرات الجاية، الله يستر. بسم الله. ها بروك بروك، كيف كذا؟ هاي صديق يا اخي، ايش في ذا اهبل؟ هذا مستحيل والله يا جماعة، مستحيل. ها والله مشيت معي اول واحدة، كيف مدري يا اخي؟ حرام، اول واحدة سهلة تضبط يعني معي. اوكي والله مو اوكي. يا اخي اول واحدة يا اخي تضبط معي، لكن هناك قدام كيف؟ اخي والله العظيم تحطيم نفسي ومعنوي وذاتي، ويجيك بعدين يقول لك ليش انت نفسية؟ ليش انت معقد؟ من مراحلكم. حسبي الله ونعم الوكيل. والله انا يأست يا شيخ، اكثر واحد مات في الحياة هنا انا، انا اكثر واحد مات في الحياة هنا. لا 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 والله اعلن استسلامي، ما اقدر اكمل، اسف ما اقدر اكمل. طيب شباب هذه المرحلة من أخونا حسن ناصر، كتب لي هذه المرحلة أنا مسويها، وكاتب فيها بندر التكس، أتوقع أنه يبيها لأخوي بندر، بس أنه كتبها لي صراحة. أنا للأمانة ما شفت المرحلة إذا كان لعبها بندر ولا لا، بس أني بلعبها. بسم الله. لعبوها كم؟ 39، فازوا 1. مراحل الموية والله يا جماعة أني ما أحبها. الله يستر. دقيقة. اي حلو 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 حلو، فلتنا. اي ما تموت ذي، كيف ما تموت؟ طيب اوكي يا سلام، ايوه هذا اللي نبيه، هذا اللي نبيه.
هذا اللي نبيه من أول. ما شايفني متوهق مع ذول الدلوخ؟ جايب لي سمك هنا بعد. والله لطيركم يا جليلين الحياة. أبعدي أي سمكة، أبعدي. لا عاد يا أخوي روقنا. هنا غصب يقول لك أصغر. وله هنا يا حبيبي تموت، ما تجي يا أخوي. والله تجي، لا لا تجي. أما لازم كذا بالمليمتر يعني. هاي نحن أم البصخ. إيه هذا دق 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 يبي بالله يموت. من أسماك بعد يلاحقونك يعني يا شيخ، بتموت غصب. لا 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 دقيقة، أو شي أبغى أوازن كيف النطة. أيوة آها يا اخي والله لا يا شيخ، لا حاشرك لين فوق يعني غصبا عليك، خش من هنا. طيب يا يمه ايوه نزول نزول هداه بسلام. اهدا اهدا، بسم الله بسم الله بسم الله يرحمك الله بسم الله. حسن. لا والله قهر يا بالله، يا حرام عليك. قلبية. يا اخي ليه ليه يا حسن 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 حسن، ليش النذالة؟ بطني 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 يما بطني، والله والله ما في الا هذا الحل. ولا اهدى اهدى اهدى، ماريو ماريو، واحدة واحدة، في وقت في وقت في وقت، اهدى. يا لطيف يا لطيف، والله نذالة يا حسن، حركة نذالة.
كذا تخلي لي بس مسافة صغيرة، لا وتقول لي بعدين ايش؟ خلي ماريو يصغر. بعدين كيف اروح؟ ول 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 خلاص يا حسن، ترى طولتها وهي قصيرة، ما يحتاج اخوي النذالة ذي كلها. هذه هي، تخيل اموت كذا في النهاية، والله العظيم قهر، ما صدقت اول مرة اوصل هنا. لا لا انا يدي عرقت، اخاف يدي تزلق واموت، ولو مت بروح بيت حسن واموته. شلل شلل شلل، شوف بعدين عين من الخرشة. تخيلوا اخش هنا يطلع مقلب، والله لا اطلع، اقسم بالله لا اطلع. كويس تشيك بوينت، نعمة تشيك بوينت يا عيال، نعمة كذا تنفسنا الصعداء. انا والله لاسحب عليكم انتم يا كلاب، اخطبوط كبير انقلع. شوف حسن، حلو، سجل فوز، سجل فوز، فوز ياس. والله بعد تعب وابو عنا. حلوة المرحلة يا حسن، بس لا تعيدها، قسم بالله انجلطت، أعطيتك نجمة ترى قبل شوي بالغلط، بس يعطيك العافية على المرحلة. والله للأسف حاولت أبحث عن مرحلتك يا جيمر فوريفر بس ما طلعت معي، ما أدري هل في عندك خطأ في الرقم، يا ليت تتأكد وترجع تكتب لي في التعليق، سامعني أخوي. طيب شباب، هذه المرحلة من أخوي حمزة، طبعا هو حط لي مرحلتين، الأولى بحثت عنها، كاتب لي هذا مرحلة شفت عند واحد أجنبي يحتاج لها تفكير مرة، أينشتاين نفسه ما قدر يحلها، وبحثت عنها والله ما لقيت، يعني للأسف والله كان ودي أقول لك هذا أينشتاين، أنا عمر يعني يبطي قدامي ما تقارني أنا في أينشتاين، معليش يا حبيبي معليش، بس لو إذا ممكن في خطأ في الكتابة ولا شيء لا تتأكد منها وتشوف يعني ممكن في خطأ في الأرقام وحاجة وترجع تكتب ليها في التعليق عشان ألعبها في الفيديو الجاي إن شاء الله. المرحلة الثانية برضو كتبها نفسه أخوي حمزة، كتب لي فيها هذه واحدة ثانية الغاز، بس تدري في شخص ما عنده سالفة خلصها بثانية واحدة، ترى حتى أنا بعد ما عندي سالفة يعني لا تحسب إني فنان. لعبوها 12586 فازوا فيها 209، ما أدري أكون رقم 210 ولا لا، نشوف. نقول بسم الله، بسم الله، الله يستر مرحلة الألغاز ذي اللي تورطك. طيب الحين كيف يا عيال؟ صديق، شو العلم؟ ما تجي هذه كذا، هذه موت. بغالك هذه يا حبيبي تشغل مخك. طيب نشغل مخنا،
هذه. اوكي وين اروح؟ والله يا جماعة انا حاولت في ذي المرحلة بس للأسف يعني صراحة ما ادري ايش اقول لكم يعني اساسا انا ابوي يقول لي يا ابني فتح مخك بس ماش مخي مقفل تجيبوا لي مراحل الغاز ليه مخي مقفل ما لا ويقول لي ايش يقول لي اينشتاين ما يقارني انا باينشتاين اينشتاين انا اينشتاين الله يسامحك يا حمزة الله يسامحك لا لا انا يأست صراحة يأست يا شباب والله فقعت وجهي اليوم. طيب شباب الى هنا نكون وصلنا الى نهاية الحلقة. لا تنسون الله يعطيكم العافية الاشتراك في القناة ضغط زر اللايك. اذا عجبكم الفيديو يا شباب لا تنسون تنشرون الفيديو. اتمنى يا شباب منكم النشر والدعم. اذا عندكم اي مرحلة ودكم اني العبها معليش الكلجات اليوم كثير. اذا عندكم اي مرحلة ودكم اني العبها يا شباب اتمنى انكم تكتبونها لي في التعليق. صراحة المراحل اللي اليوم جبتوها لي كانت جميلة وصح انها انفقع وجهي بس ما عليش كانت حلوة. ما بيطول عليكم اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه. سلام.